بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع او نقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، آمنتم بالسماء بكم ورد فإذا هي تمر، أمنتم بالسماء لأن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، ألم يمشي مكبرا على وجهه سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما نذير مبين، قد ما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، بسم الله الرحمن الرحيم يوم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بعباد
لهم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمرسلين. فلا تطع المكذبين والدول تدين ما يدينون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاع بيمين من داع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك سنيم. إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الفطون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستطيعون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن وقعوا على حظكم كنتم صالمين. انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن يوم عليكم مسكين. وغد على حظ القادرين. فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب لا خيرت أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أما نجعل المسلمين كمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما أخذ كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء شركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهبهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن بنعمتي أسألهم. أذرهم من مرام مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم. لو كان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. واجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة من الحاقة وما أدراك من الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل حاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ الرامية. إنا لما طغى الماء
في الجارية رجالها لكم تذكرة وسعيها قدر وعيها فإذا نبغى بالصور نفحص واحدة وحمرت رد وجبال فدكت لكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وما هي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو بعيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا اشربوا هنيئا بما لستم بالأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانيا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا مسلكون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا خاطئون فلا وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تزهير من رب العالمين وارتق ولا علينا بطل قاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين فما بكم من أحد المحادثين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن بكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تصبر صورة جميلة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يود المجرم المعتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ترويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نساءة للشواة تدعون من اضطر وتولى وجمع فأوعى إن لسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه خير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون
لك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلهموا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الجداد سراعا كأنهم إلى نصف يوقظون خاشعة أبصار تراقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قومك بقبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يوخر لكم تكلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستشروا ثيابهم وأسروا مستكبرا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم فقلت استغفروا ربكما إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا يسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا